متابعين الكرام، أسعد الله صباحكم، إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة يا رب. جمعة مباركة على الجميع متابعين الكرام داخل الوطن وخارج الوطن. كاين شي كسكسو ولا والو؟ واجي نقول لك الكل في الباي باي. إخوان الأخوات مشاهدين الكرام والمتابعين الكرام، الناموسة، الناموسة اللي هزت كل شيء للسماء وطلقاته للأرض. إخوان الأخوات، الناموسة قالتها بصريح العبارة، من بعد ما غتنتهي من هاد الملفات غتتبعد من اليوتيوب وتكتفي بالحنة. قالت قرش حلال، وهذا التصريح كتقصد به بأن المتابعين اللي كيهددوا فيها أنكم غادي تنسحبوا اذا تنازلات، اصلا ما تلزمونيش، انا غنبعد من اليوتيوب وطزي فيكم وفهمكم كفايه. اخوان الاخوات، كيف ما كنعرفوا الاخت خديجه، اخت سعاد، كانت عندها في اللايف ديالها وخرجت كترد على اللي كيقولوا ان مريم اللي كتخرجها ديك الخرجات، وقالت ان هي خاطيها وما كتدخلش ليها في حياتها، او ان حتى واحد ما كيجر ليها لسانها. ولكن الصراحه ما قنعتنيش، لانه الا في بالكم ان سبق واحد المكالمه رباعيه ما بين هاد الانسانه هادي وما بين لبنى، وكان هناك موضوع كيخص التنازلات. لكن الناموسة الوقت الحالي أصبحت ثقيلة على القلب بالخرجات الحامضة دياولها، وفعلا ما بقيتش كنتحمل نشوف التصرفات اللي كانت فعلا مشينة للمجتمع المغربي. فالإخوان والأخوات، الناموسة كتهدد وكتقول بأنها غدا تكمل، لأنها صدمات باقي القنوات اللي كانوا واقفين معاها ماديا ومعنويا، وحاولوا يسولوها البارح واش ديتي محامي، فهي كتحاول تتهرب فعلا من الجواب. مرة تقول باقي ما تفاهمتش، باقي ما عرفتش، لا شديتو، باقي ما عرفتش غندير. فهما خلاتهم نايمين في العسل، لأنهم هما داروا واحد المحاولة وشافوا لها واحد المحامي من مدينة فاس وما كتردش عليهم، لأن هي الوقت الحالي داخلة بواحد المخطط ديال خيري ما يديه غيري. إخوان الأخوات، والجاهل يفهم باللي قضية مجرد انتقام من الزوج بسبب الغيرة لا أقل ولا أكثر. الناموسة ضحكات عليكم كاملين لمصلحتها الوقت الحالي كتحاول ما أمكن أنها تحتفظ بكل شي لها، وخلات العصابة ديال الأشرار ساعرين عليها. دابا الإخوان، كيف ما كنعرفوا الناموسة البارح كانت كتكتب في الشاط عند واحد القناة وكتجاوب وكتستفز وتعاير، وطلعت مداخلة ومشات كذلك للمنصة كتقول ماشي هي. واش هادي الإخوان والأخوات ما كتشوفوهاش بأنها كتستحمر المتابعين وكتستحمر الكل لهذه الدرجة؟ وهي فعلا فعلا أثبت أنها زان على قول الأخت ديالها، لأن فعلا كيف ما كنعرفوا أن لبنى ما قالتش غدي ليها بناتها، لأن بعض المتدخلين كيمرروا بعض المغالطات. فعلا أنا هذه كلمة الحق تقال. إخوان الأخوات، كيف ما كان عارفوا أن الناموسة كتكتب غير الشاط وكتجاوب وكتستفز، هنا بدأت كتبين بأنها فعلا ولات طالبة سلاب العنب من القنوات اللي هما كانوا كيساندوها وكيحرضوها ضد الابنة ديالها وضد لبنى. فهي الوقت الحالي كتقول ماشي غير بغيتو غير ما نتنازلش لبنى، انا ما غنتنازلش لبنى، فاكيد هناك لغز. اخوان الاخوات، احنا كنعرفوا هاد الانسانة هادي ديما كتخرج وكتخرج كتبكي وكتنوح وكتحاول تستعطف المتتبعين، ف
في الوقت الحالي كيف ما شفنا اللايف ديالها البارح خارجة وكتغني. إخوان أخوات تأكدوا أنها بأن الحمقى مني خرجت كتبكي فعلا عرفوها واصلة لها العظم، لأن الوقت الحالي غتحمل مسؤوليتها كاملة مكملة. فهي فعلا مني مشات عند القناة وطلعت في اللايف قلبت عليهم، قالت بأنهم ما بغاوش يعاونوها. فشوفوا الإخوان والأخوات هنا بدأت كتضح لنا بزاف ديال الحوايج، لأنها بدأت كتفضح شي أمور اللي فعلا كان المتتبع غائب عنها. فغناها البارح المتتبع كان عارف بأنها واصلة فيها الجدر غير كتبهدل راسها، فهي كتحاول تبرد على راسها. فالإخوان والأخوات نبغي نعرف الرأي ديالكم في هذا الموضوع، لأن بخصوص الصديقة ديالها اللي كتذكر الاسم ديالها اللي كيروج أنها شبعات فيها هضرة، كتقول بأن نهار نهبط المغرب بغيت ناموسة ما تعرفش وبزاف وبزاف، وصديقتها حطات كل شيء عند السيدة اللي هي عندها واحد القناة سميتها ناني نانا تي في، مع احترامي لها. بقات حتى أن فعلا الأستاذة اللي هي الدفاع ما بقاتش بغا تكمل معها الملفات، لأنها إنسانة مستهترة وحاولوا يديروا بها صواني، وبدأت كتخاف على السمعة ديالها. رحنا متأكدين مني غادي تقرب الجلسة غتقول كل شيء بأن بوكريشة تصل بها وطلبها ورغبها باش تنازل، وغادا تقولينا بان ما عندك ما تديري بالحبس ديالها. وديك ساعه عرفوا باللو فعلا هاد الانسانه هادي كتضحك على الجميع. الوقت الحالي كتقول بانها غتكمل باش ما عطا الله، وغدا تكمل حتى الاخر. فخصها تكون هانيه بان ما بقى حتى واحد غيعاونها، لانه فعلا البارح كيقولوا لها غير كوني هانيه، ما بقى حتى واحد يعاونك، عاوناك ولكن ما فيك ثقه. فعلا ما عقلتش عليهم، فعلا دارت لهم كأنها عمرها عرفاتهم. فالإخوان والأخوات كيف ما كان عرفوا هاد الأم اللي حشومة هاد الفضيحة والضحك اللي دارت في راسها وفي الأولاد ديالها، الله يحسن عوانهم، حدا التلاميذ حدا أصحابهم خلت لهم أرشيف غير مشرف، الله يهديها وخلاص في هاد الجامعة هادي. بالنسبة النقطة الثانية اللي غنتكلموا فيها هي الأخت يسرى، هي الوحيدة اللي عارفة ذاك الراجل واش يستحق الرجوع ولا هي ما غاداش ترجع ليه. فهي الوقت الحالي كتزيد تأكد بأن غيكون هناك طلاق، لأنه هي اللي غتعيش معاه، هي اللي غتختار القرار اللي غادي يريحها. أما باش ترجع الواحد نرجسي غيمرضها، وخصها تفكر في ولدها، خاصو والدين متفاهمين ماشي يشوفهم ديما مدابزين. فهي خصها تفكر في راحتها وراحة ولدها الوقت الحالي. فتبين لنا بعض الأمور اللي فعلا هناك بعض القنوات كيحاولوا يمروا بعض المغالطات، لأن يسرى فعلا الوقت الحالي بدا كيتبين عليها واحد التحسن نفسيا وصحيا، بدا عندها استقرار نفسي من جديد، لأنه فعلا هاد الإنسان نرجسي، لأنه هادك السيد اللي دار معها العقد وجالس كينتقم منها على داك العام اللي دوز في الحبس، ومن قرر يتزوج قالوا لي حبابه مدخلاك الحبس بغى يتزوج بها ضد فيهم وحسابه في راسه، حلف درهم لا شافتها منه. كيف ما قالت الأخت يسرى عنده باش يصلح الدار، ولكن ما عندوش باش يتعاون معها. فهنا كيتبين لنا بزاف ديال الحوايج والإخوان والأخوات، ما كان حتى شي مستقبل معاه. زيادة على ذلك شوفوا الفيديو اللي قال السيد شي حاجة شهرتها ما تخرجهاش، شهرتها ما تخرجهاش، راه ديالنا بجوج ما عندها فين تديها، هو كان غادي بعيد ربي والنية. فعلا خصنا نوقفوا مع هاد البنت، وإياك فعلا يسرى ترجعي تعيشي العذاب وغادا تفقري معاه، غيبقى عليك غير
هكا لا حقا ما حقا ما تهضريش في هذا الموضوع، هاد البيجامه خايبه ما نعرف شنو. على العموم كيف ما شفناه كينتقدها في بزاف د الحوايج، ولحد الان ما ذكرش لينا الاغلاط ديالو، لانه فعلا غترجع تعيش العذاب. فكنظن بان استقرار الوقت الحالي ديالها فهو في الصالح ديالها من الاحسن. الى رجعت لهذا الانسان غادي تلفلها الالي والروتور، اللهم اتساع، لانه مستقبل مازال قدامها وعندها وليد، خاصها فعلا تبدا تكرس حياتها ليه. حتى هو راه الوقت صعابت، صابره على الدل وعايشه كتحاول تقاوم في بزاف د الحوايج. فكما كنعرفوا الاخوان عاشت مراحل اللي هي جد صعيبه. الاخوان الاخوات كنتمناو بان فعلا تخليه هو اللي يطلب الطلاق، لانه فعلا خاصو يكون قد فمو قد دراعو، يدفع الواجبات ديال النفقه وما تسمحش في حقوق ديالها. فكيف ما كنعرفوا هو حاول انه يستغلها على قدر الامكان. اما بالنسبه لموضوع الاخوان والاخوات اللي تفجروا دار قنبله، الناس اللي كتقول زينب بنت يسرى، فعلا اللي كيقول زينب بنت يسرى فهو كذاب ومنافق وما كيحشمش على عرضه، والله حتى بزاف بزاف على هاد البنيه. فوتوكوبي ديال لبنى ماماها الله يهديهم. فالاخوان والاخوات كيف ما شفنا الاخت يسرى فهي جاتكم من الاخر، قالت لكم اجي ونديروا الاي دي ان وسدوا علينا هذا الباب. فالاخوان والاخوات كيف ما كنعرفوا بان زينب تولدت من بعد، الى فكرنا بالمنطق، لانه زينب تولدت من بعد ما دارت يسرى الخبره، فكو كانت شي حاجه فكانت غتكون في الخبره، كانت غتكون في الخبره، لانه كاين معطيات. لانه زنوبه عارفينها خت يسرى واخر العنقود، لانها دارت الخبره الى تذكرتوا معايا في شوتن بير، وزينب زادت مراها في دوجنبير. فهاد الناس هادو الوقت الحالي كنشوفوهم كيتمادوا فعلا وكيضربوا في القضاء. فالاخوان والاخوات هاد الناس خصنا نوقفوهم عند حدهم، فهما كيحاولوا ما امكن حتى هاد الفكره هادي اللي هي افكار سوداويه انهم يحاولوا يرسخوها في الدماغ ديال زيزو. زيزو اللي هو فعلا شخصيه شادو الشماته، ردوا بحال الكراكيز كيلعب به كيف بغى وكيضحك عليه، والواعره هي دار به عرض الازياء. فإلا فكرنا بالمنطق، يسرى راه فعلا كانت نيتها حسنه، حيت دارت بزاف المجهود باش تبني حياتها الزوجيه، كرات فرشات الدار والحمل، حتى مرا ما كتبغي تحمل مع راجل غير باش تحمل وصافي، ولكن كونوا متاكدين بان الله غادي يعوضها، لانه فعلا باش دير هذا الشيء كامل راه ما عندها حتى شي هدف، لان الناس كيحاولوا يروجوا بان كان عندها هدف غير باش تحمل وبانها باش غير تزوج دير ديك الورقه. فهي كنشوفوا الفعل اللي هو ان يسرى كانت باغا تبني واحد البيت وتهرب من الواقع اللي كتعيشه ومن المجتمع اللي ما رحمهاش. فعلاش كنبقاو نضرقوا الشمس بالغربال؟ علاش كنبقاو نضحكوا على راسنا والواقع والحقيقه راه باينه؟ فالاخوان والاخوات نبغي نشوف الراي ديالكم بخصوص هذا الموضوع، وكذلك ما تنسونيش من اللايكات ديالكم، واذا كان ممكن تبارطاجيو الفيديو، لان فعلا ولينا كنعيشوا واحد الظاهره ديال كنمرروا المغالطات. ما كان عنيش راسي، لان انا كنقول التحليلات ديالي اللي هما فعلا حقيقيين، لانه اللي منطقيين اللي هما واقعيين، اللي خاص المتتبع نورو ليه العقل ديالو بهادشي باش ما يبقاوش يضحكوا عليه ويستحمروه. كذلك كيف ما كنعرفوا بان الخرجه ديال ناموسة اللي خلات الكل شيء ينتفض ضدها، هو انها مني حكاو معاها على الصديقه ديالها، شكرات الصديقه ديالها وحاولت تبيض الصفحه ديال الصديقه ديالها،
فهذا بغض النظر على أنها نسات بأن كانوا واحد صديقات أخرين كانوا كيساعدوها، فهذا خلاهم ينتفضوا ضدها ويحاولوا يهاجموها بواحد الطريقة اللي تبين أن هناك غتبدأ تصفية حسابات اللي كبيرة وبزاف. فسعاد اليوم، أنا غنقول سعاد البارح اللي خرجت غلي لينا وطلق علينا الهبل ديالها، نسات ما شربتش الدواء. ديما في الليل ملي كتخرج دير لايفات كتنسى ما تشربش الدواء. كنظن بان باغا الوقت الحالي تستغل الفرصه وتخدم وتخلي الحصري ليها، فهاد الشيء كيتبين على انها فعلا عطات بالظهر ونكرات الخير. فهنا كنتمنى بان الجميع ياخذ العبره. اخوان الاخوات، ما نبغيش نطول عليكم اكثر من هكا، نبغي نقول لكم شكرا لكم بزاف بزاف، احبكم في الله. ما تنساونيش من تعاليقكم، وما تنساونيش الا جات على خاطركم من اللايكات ديالكم. نبغي نشوف الاراء ديالكم في خانه التعليقات لانها مهمه بزاف بالنسبه ليا. شكرا لكم بزاف بزاف، كنعاود نقولها مره اخرى، احنا هنا في مواقع التواصل الاجتماعي كنحاولوا أننا نوصل واحد الرسالة اللي سامية، اللي هي لا للظلم، لا للحقرة، لا لتمرير المغالطات للمشاهدين الكرام والمتتبعين. ما نضحكوش على المجتمع، ما نخرجوش نحاولوا نطرحوا الفضائح، لأن مجتمعنا الحمد لله مجتمع إسلامي عربي، فهاد شي ماشي في الصالح ديالنا، ما غنمشيوش به القدام. شكرا لكم بزاف بزاف، أحبكم في الله مرة أخرى. ما تنسونيش من البارتاج، والسلام عليكم، جمعة مباركة على الجميع.